ليس كل صامت غير قادر على الرد، فهناك من يصمت حتى لا يجرح غيره، وهناك من يصمت لأنه يتألم وكلامه سيزيد من يحبهم ألما وبالتالي سيتألم لألمهم، وهناك من يعلم أن الكلام لن يفيد إذا تكلم، وهناك من يصمت وقت غضبه حتى لا يخسر نفسه ولا يخسر من يحبه. كانوا يقولون الصمت علامة الرضا، ولكن الصمت قد يكون علامة الرفض أو علامة اللامبالاة. هناك صمت يقول كل شيء، وهناك كلام لا يقول أي شيء. فاعرف متى تصمت ومتى تتكلم.